التقرير التالي يتحدث عن أبرز الأشياء المفروض توفرها في اتحاد كرة القدم. لا مطالب لمتابع الكرة السعودية من اتحاد كرة القدم المؤقت أكثر من إعادة المنتخب السعودي لوضعه الطبيعي كبطل لقارة آسيا وسفير دائم ومشرف للقارة في نهائيات كأس العالم، ولا مطالب للعقلاء والمتابعين من اتحاد الكرة هذا أكثر من عدم الانجراف حول بعض الآراء الإعلامية المتشنجة التي تنظر للمشهد الرياضي بعين الألوان بعيداً عن عين المصلحة الوطنية، ولا مطالب لمشاهد ينشد المتعة والإثارة في الدوري أكثر من برمجة المسابقات الرياضية دون توقفات لا تمت لفيفا بصلة وتحديد أيام ثابتة لإقامة مباريات الدوري كما في سائر الدوريات الأخرى، ولا مطالب للجماهير الرياضية سوى تطوير الملاعب والمدرجات لتصبح بيئة جذب للحضور الجماهيري بدلاً من أن تكون الزيارة الأولى لأحدهم هي الأخيرة، ولا مطالب للحكام سوى بدعمهم وتطويرهم ثم منحهم الثقة كاملة، ولا مطالب لمسؤول الأندية سوى المساواة بين كل الأندية دون استثناء وتطبيق اللوائح والأنظمة بحذافيرها. مطالب المحيط الرياضي فوق طاولة الاتحاد المؤقت للكرة، فهل ستجد آذانا صاغية لها؟ لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. نفس الطلبات السابقة تتكرر الآن، والآن في ضغط قوي للحصول عليها. الجماهير الرياضية تطالب بتطوير بيئة الملاعب لتصبح بيئة جذب، الحكام لا يطالبون سوى بالدعم والتطوير والثقة، مسؤولي الأندية يطالبون المساواة بين كل الأندية دون استثناء وتطبيق اللوائح بحذافيرها. يعني طلبات مشروعة وبسيطة وتعتبر حتى طلبات بدائية. يعني هذا الجزء اللي أنا يعني أراه من يمكن نسميها خفاقات اتحاد كرة القدم، عدم تأمينها للأندية، عدم دفع المرتبات، بعدين إقرار نظام الاحتراف دون وضع الآلية المناسبة لنجاح الاحتراف. أنا أعتقد الاحتراف لدينا احتراف أعرج، احتراف هو الذي تسبب في هذا الدروب. طيب خلنا أقول لك شيء يا أبو نايف، يعني إحنا كل ما نطري الاحتراف أسمع هالجملة، يعني كل الإعلاميين الظهر ينسخونها من بعض، احتراف أعرج، حتى رؤساء الأندية يرددون نفس الجملة، ينسخونها من بعض ويقولونها. طيب أنا احترافنا أعرج. طب أعطونا وصف الاحتراف المتكامل. يعني أنا لو مسؤول طيب واسمع اليوم توفيق الخليفة وقاعد يقول لي احتراف أعرج، وصف لي هالاحتراف المتكامل المثالي اللي يمشي كويس مو بأعرج. لا المثالي اللي يمشي كويس اللي يمشي. إذا تقر احتراف يجب أن تقر مداخيل الأندية التي تساعدها على نجاح هذا الاحتراف. ما هو الاحتراف؟ أنك أنت تصرف رواتب لجميع اللاعبين، رواتب ضخمة وعقود ضخمة لنجوم الفريق، استقدام لاعبين على أعلى مستوى، استقدام مدربين على أعلى مستوى. الآن الأندية لدينا باستثناء النصر والهلال والاتحاد والأهلي والشباب، وأيضا هذول أنا برجع أتكلم عليهم، باستثناءهم ما عندهم أي مدخل آخر غير الإعانة والدخل التلفزيوني الذي لا يسلم والإعانة التي لا تصل والعقوبات التي على أرقابهم مثل 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 السيف. من وين قل لي أنت من وين يجيب مثلا مثال يعني نادي الرائد أو التعاون أو الفتح المهندس العفالقة أو الفهد المطوع، منين يجيب الفلوس هذه كلها؟ عطني يعني رواتب اللاعبين، الأجانب كيف يدفع لهم، المدربين كيف يجيبهم، من وين يجيب لهم؟ من جيبه؟ دفعوا من جيبهم. الهلال والهلال والشباب يمكن دفعوا فوق ال 200 250 مليون 300 مليون من يجيبهم رؤساء الانديه، وباقي الفرق النصر دفع مثلا نقول 100 مليون 120 مليون و130 مليون وباقي الفرق. وبعدين راح استقال واحد من النصر، مين بيجي له؟ هل 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 الرئيس القادم عنده استعداد انه يدفع 130 140 مليون؟ الحين انتم بعد الاعلاميين الاتحاد يعني الاتحاد يعني اوقات معلش اسمع في اوقات لوي وعبد المحسن علي الشيخ الملايين اللي دفعوها في اوقات هذا. في اوقات تقولون ما ضيع لعيبتنا الا المبالغ الخياليه. انا اقول لك واليوم انت ما حطيت الاليه ايه؟ انت ما حطيت الاليه. طب خليني اقول لك شيء، انت ما حطيت الاليه انه يمكن ينجح الاحتراف. واليوم انت قاعد تقول انه يا ليت اللاعبين يكون عندهم مبالغ ضخمه وارقام. لا ما اقول يا ليت،
لا لا انا ما اقول يا ليت، انت فهمتني بشكل خاطئ. فهمني او انا ما عرفت اوصل لك فكرتي بشكل جيد. انا اقول انه اقر الاحتراف ولم تقر الآلية لنجاح هذا الاحتراف. بمعنى انا قبل ما اقر الاحتراف اقر مداخيل الأندية، احسب حسابي 14 نادي، كيف حيدخلون اقل نادي المينيمم حقه كم والماكسيمم كم، بعد كذا هو حر كل رئيس نادي يدفع من جيبه زي ما يبغى. بس انا لما اجي مثل نادي نجران خسران 200 عليه سلفة مثلا او ناقص 20 مليون، منين بيجيبها؟ وهذا المينيمم، كيف تبغى تنجح الاحتراف عندنا؟ انت ما عندك لا حقوق شو اسمه حقوق النقل التلفزيوني بشكل قوي وشعار الانديه، اشياء كثيره يعني. في كيف فرق العالم ناجحه يا اخي؟ انا ما نبغى احنا نعيد اختراع العجله مره اخرى. شفت تجربه الدوري الانجليزي، الدوري الالماني، الدوري الفرنسي، الدوري اي دوري من الناس اللي ناجحين في هذا المجال وطبقها بحذافيرها. احنا ما عندنا النقل التلفزيوني والاعانه، وهذول كلهم ما يكفون تجديد عقد كاماتشو. ما احترم على كاماتشو يعني، انت جبت هذا اول لاعب اجنبي جاء على الثاني مع الاهلاويه. لا 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 علمك بوغاش لا هو اول لا تسبب لي مشاكل، لا ما سبب لك مشاكل، بس اقول لك ترك توك قبل ما تترك الوسط الرياضي بزعل الاهلاويين، فانتبه. انا ترى احب اقول احطك في الصوره، كثير اهلاويين لما قالوا توفيق الخليفه قالوا ايش رجع توفيق الخليفه؟ اهلاويين زعلانين عليك الحين في قلبهم اللي نسويته معهم. الاهلاويين على عيني وراسي، وانا تكلمت على فكره انا والسمو الامير فهد بن خالد وما ادري هل هو اقتنع مجامله او بس انا حسيت انه اقتنع من كلامي لما تحدثت انا وياه في هذا الامر. طيب والاهلي غالي علي، اختار لك لاعب غير كاماتشو. اختار الحاج بوغاش، يعني انا اقصد انه يعني 20 مليون يعني ميزة يعني ما تجيب شيء يعني. انا اقصد كيف حتمشي نادي في 25 لاعب 26 لاعب محلي واربع جانب ومدرب وغير هذا الالعاب الاخرى؟ كيف الانديه تبغى تعيش؟ ماني عارف انا كيف تبغى تنافس برياضتك وانت ما عندك مداخيل فلوس؟ يعني راح وقت يلا يا شباب كل واحد يجيب تكميلته ويروح الملعب، راح الكلام هذا. كانت كذا هي يعني من اول؟ هي كانت كذا اول. ليش كذا عاد؟ يعني نقصد النظره السوداويه هذه كان فيه تنظيم وكان فيه شغل كويس. مو معقول كل العمل السابق كان في يعني في نظر توفيق الخليفه مجرد جبت تكميلتك. هي كركرت هي عمل كاريكاتير للواقع اللي كان. بس كذا تسطيح لكل العمل السابق. لا مش تسطيح، بالعكس كان العمل السابق جيد، حتى بالبساطة هذه كان جيد وكان يؤدي ثمار. لا ما كان بسيط، كان عمل جبار وقوي لفترة معينة. ما كان في احتراف، ما كان في احتراف، كان كلهم هو. وقبل ما اللي ياخذ خطاب للعمل يتفرغ واللي ياخذ مدري يعني ما طيب وقتها لين هذيك الفتره المنتخب السعودي يلعب اربع كؤوس اسيا ياخذ منها ثلاثه من كاس العالم. اقول جاء الاحتراف وخرب الموضوع هذا. كنا ماشيين صح بالموضوع هذا قبل الاحتراف. طيب فاصل قصير بعد الفاصل نعود لمواصله الحديث، ينضم معنا ان شاء الله طارق النوفل يكون وصل بعد زحمه الطريق. ونذكر فقط انه كابتن ماجد عني شوي كابتن ماجد عبد الله هو ضيف برنامج كوره يوم السبت القادم. فاصل قصير بعده نعود.